السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة خبير سكور ماتش. حنتكلم اليوم عن التحديث الأخير للعبة سكور ماتش اللي كان تحديث قوي جدا وكثير من الناس انتظروه. حنشرح كل ما جاء في التحديث بالتفصيل. أول شيء لاحظت أنه اللعبة تغير شكلها نوعا ما، وحتى لما تدخل لاحظت أنه صار يعني فيه كرة، هي كرة رسمية لشركة FTG لاحظها في كل ألعابها. حتى الخلفية هنا صار باللون الأزرق شبيهة لخلفية رابطة الأبطال الأوروبية، يعني دخول رابطة الأبطال الأوروبية الأغنية الشهيرة. عشان الآن كل ما هو جديد في اللعبة، أول شيء نلاحظه هو أنه فيها أرينا جديدة وهي أرينا 11. لو تلاحظوا أنه إحصائيات اللي كانت في الأرينا أنفينيتي القديمة صارت في الأرينا 11، أما الأرينا أنفينيتي الجديدة فهي إحصائيات لعب 24 فايز 24 مباراة ومنهزم في 10 مباريات. شيء آخر لاحظوا أنه الأرينا الجديدة فيها 400 نجمة، بداية من 400 نجمة في الأرينا أنفينيتي، بينما الأرينا 11 تكون من 3000 إلى 3999 نجمة. شيء أيضا واضح في الأرينا هذه أنه لو تفوز تأخذ 27 نجمة، لو تنهزم تأخذ 40 نجمة، وهذا شيء سلبي بالنسبة لي وما لاحظته، لأنه زمان كانت الأرينا أنفينيتي ب 24 نجمة لما تفوز ولما تنهزم ب 40. يعني الأرينا أنفينيتي الجديدة اللي من المفترض تكون أقوى صارت أضعف من الأرينا الأنفينيتي القديمة. صحيح أنه حاليا أغلب اللاعبين الموجودين هم لاعبين يعني قدامى وكلهم عندهم يعني ميداليات كبيرة وكثيرة، لكن مع مرور الأيام الكل راح يصل إلى هذه الأرينا وتصير يعني أرينا سهلة جدا جدا جدا، والكل يصير يفيز فيها. بالعكس راح تكون أسهل من الأرينا السابقة. أيضا ارتفعت القيم، مثلا تأخذ القيمة اللي حتفوز بها هي 1800 عوض من 1600 رقاقة. حتى الصناديق صارت الآن أكثر، فيها من بين 4 إلى 9 جيمز، هذا بالنسبة للصندوق الصغير. وكل صندوق أيضا ضعفت أو كثرت الجوائز، يعني صارت قيمتها أكثر. البوكس أيضا الكارت أيضا صارت قيمته أكثر. لاحظوا أيضا أنه اللاعبين صار ممكن ترفعهم لليفل آخر، مثلا ترفع اللاعب إلى مستوى 11، ولما لو تريد أن ترفعه راح يصير يعني تحتاج إلى 10000 رقاقة أو 10000 كارت، وهذا رقم كبير جدا جدا. ننتظر من شركة إيفنتات قوية مثل إيفنت المقامر حتى تمكن من أن تحصل على اللعبة قويين يسمحوا لك، أو على الكثير من الكارت يسمحوا لك في تطوير اللاعبين. هذا بما يخص الأرينا. نذهب الآن إلى الإيفنت اللي كان الكل يتكلم على الإيفنت، إيفنت قوي، إيفنت ضعيف، كيف 20 مباراة كثيرة وغير ذلك. أنا بالنسبة للإيفنت هذا من أحسن الإيفنتات ومن أحسن الإضافات، أحسن الإضافات، خاصة لو لاحظوا أنه الإيفنت هذا رح يكون من أرينا 3 إلى أرينا ما لا النهاية، وهذا شيء جميل جدا. ضروري تفوز 19 أو 20 مباراة، أعتذر 20 مباراة كاملة ضروري تفوز بها، ولما تفوز بها رح تحصل على ميدالية ذهبية و 180 رقاقة أو كارت للصبري، يعني رح تفوز بلاعب خارق صبري، وهذا بالنسبة للاعب القدامى والمحترفين هذه إضافة ضعيفة جدا. لكن بالنسبة للاعب الجدد، مثلا تخيل لاعب في أرينا 5 حلم أنه يحصل على ميدالية ذهبية، أو تقريبا مستحيل إلا لما يصير لاعب محترف وعنده لاعبين خارقين كتير وعنده لاعبين متطورين، لكن حاليا عادي يدخل لهذا الإيفنت. أصلا اسم الإيفنت لو تلاحظوا هنا قدرة التحمل وبطولة الجائزة. قدرة التحمل، لو كان عنده قدرة تحمل كثيرة عادي يخسر 100 مباراة في هذا الإيفنت ويفوز ب 20 مباراة، وبالتالي يحصل على ميدالية ذهبية اللي تقريبا مستحيل يحصل عليها زمان، إضافة إلى لاعب خارق. وهكذا كل لاعبين بإمكانهم الحصول على اللاعب الخارقين مهما كان مستواهم، وهذه إضافة قوية جدا جدا جدا. بالنسبة للناس اللي تقول أنه صعب الفوز بها، بالعكس أي شخص بإمكانه الفوز. لماذا؟ لأنه لا يهم عدد المرات التي تنهزم فيها، تدفع 40 جيمز من أجل دخول الإيفنت، وبعدها لا تدفع أي شيء. ليس زمان عندك 5 محاولات فقط، لا، عندك عدد ما لا نهاية من المباريات. أنت الآن في الجولة 10، إن هزمت 10 مرات عادي تبقى في الجولة 10، لما تفوز تصعد للجولة 11، وهكذا حتى توصل للجولة 20 تفوز بها، مبروك عليك ميدالية ذهبية ولاعب خارق جديد. أيضا حتى في طريقة اللعب لاحظنا أنه الحارس صار قوي بشكل رهيب جدا، خاصة التسديدات من بعيد صار يتصداها بطريقة جبارة، لكنه يبقى ضعيف جدا ضد الفولي بول والتسجيل بالرأسية، ضعيف جدا الحراس مثل ما كان زمان. لاحظنا بعد يعني الجرافيزم صار أجمل نوعا ما،
والله أعلم. الحارس صار قلت قوي جدا، حتى لما لا يستطيع مثلا يشد الكرة باليد راح يشدها بالرجل، وكأنه حارس مرمى كرة اليد وليس كرة القدم. وغير ذلك من الأشياء اللي أعتبرها نوعا ما جميلة، لكن اللعبة صارت تدعم أكثر الفوليبول، يعني لعب الرأسيات على لعب السرعة. فيها أيضا باك جديد يعني ظاهر هنا معنا، وهم 3 أنواع من الباك أو 5 أنواع، كل مرة يظهروا لك 3 وكل مرة يتغيروا، وهم كل من باك أصفر أخضر، باك وردي، باك أزرق، والباك الأحمر. نبدأ بالباك الأصفر. الباك الأصفر هو مجموعة الهجومية، ونجد فيها لاعبين الهجوم، المنتج، المتصيد، المطرقة وغيرهم، بينهم الحكم واللاعبين الجدد اللي حيظهروا في الأيام القليلة القادمة، منهم المدفع والساحق. بالمناسبة اللاعبين حنعمل عليهم حلقة كاملة إن شاء الله تشاهدوها يوم غد، بالشرح بالتفصيل كل لاعب بإمكانياته بخصائصه بسلوك اللاعب وبنصائح كيف تستغل هذا اللاعب إن شاء الله لما يظهر. هم 5 لاعبين حشرحهم إن شاء الله في فيديو خاص غدا إن شاء الله. أتحصل بهذا لما تدفع 840، تحصل 840 جوهر، راح تحصل على 240 كارت تطور بهم يتوزعوا على هذا النوع من اللاعبين اللي هم لاعب الهجوم. في أيضا الباك الأحمر وهي مجموعة دفاعية، وهذا هم اللاعبين الموجودين في المجموعة الدفاعية. أيضا باك السرعة وهم لاعبي السرعة، هذا هم كل لاعبين موجودين في السرعة، إضافة إلى لاعبين جديدين هو القوة الماحقة والنشال، هذا كلهم لاعبين السرعة. بالمناسبة القوة الماحقة راح يكون لاعب أكثر من خارق، يعني لاعب جبار جدا 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 جدا، ممكن حتى يفسد اللعبة سواء من القوة الماحقة أو النشال. هم أحسن لاعبين مطروحين، حشرحهم بكرة إن شاء الله. بطاقة اللعب أيضا هذه وهي الباك الوردي، وهي مجموعة صناع اللعب، يعني اللعيبة المهاريين اللي يمتلكوا مهارة أكثر من 40، بينهم الساحر، القاتل، المأجور، المايسترو وغيرهم، المحرك، إضافة إلى الكاسح، الحارس، كاسح المرمى، هو أيضا يمتلك مهارة 50 وقوة تسديد 50، وبالتالي حطوه مع اللعيبة صناع اللعب. الباك الأخير هو الباك الأزرق، عاطين له اسم يعني مجموعة مقدم الأخبار، لا أدري من أين أتوا بهذه الفكرة، لكن المهم كل من حراس المرمى، الدخيل، القائد، الجراف، المتطفل، إصدار واحد ممكن يكون فيه متطفل جديد، إضافة إلى الرحالة، الرعد والملحن، هذا هما كل ما في هذه الباكجات. فقط ألاحظ أن المبلغ يتغير كل مرة، 780، 660، 840، 770، هذا دليل على أن الشركة لم تفصل بعد في القيمة النهائية والمبلغ النهائي للصناديق، وهي الآن تطرح تمنح بعض الاقتراحات، وأكثر يعني قيمة كانت مربحة هي القيمة النهائية اللي راح تعتمد عليها الشركة. بالنسبة للسيزون باس ما في أي جديد فيها، عادي نفس سيزون باس، بعد ما تنتهي ممكن يبدأوا يطرحوا في اللعبة الجدد. حتى المتجر هذا ما فيه جديد أيضا. شيء جميل جدا أيضا وإضافة تعتبر تقريبا الأحسن في هذه اللعبة، وهي وجود علم فلسطين. وأخيرا 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 شركة FTG قررت تضع علم فلسطين ضمن أعلام البلدان الموجودة معنا، بعد ما كان غير موجود سابقا، انه كثير من الناس تكلموا وطالبوا بهذا العلم. وذكر فقط انه سابقا اللعبه كانت مرتبطه بالفيسبوك، وبالتالي كانت قريبا يستحيل عليهم يضعوا علم فلسطين، لانه الفيسبوك كل يومنا يعرف انه اصوله او مالك الشركه هو اصلا يهودي، وبالتالي يستحيل يسمح بوجود علم دوله فلسطين الحبيبه. هذه ايضا اضافه جميله جدا في هذه اللعبه. اي جديد ان شاء الله في الايام القليله القادمه راح اوافيكم به ان شاء الله. اتمنى اكون فصلت اللعبه وشرحت الاضافات الموجوده في هذه اللعبه. اتمنى تشتركوا في القناه لانه فيه جديد عن قريب باذن الله، وانتظروا فيديو الغد حيكون قوي جدا جدا جدا.